الحمد لله الحمد لله، ما حد صاب شيء، لأنه رب العالمين هي إرادته العالمين. الشي بيكتب ما حدا يموت، الكاتب له يموت. أخواتي كتب لهم 3 ماتوا، الله يرحمهم تقبل لهم الشهداء. آمين. أختي كان معي، قلت لها تعبت جنبي ما بركت، ما ردت على كلامي، لأنه رب العالمين كاتب لها تموت، كاتب لها تروح الجنة. كاتب هيك أخوي هذيك المرة الشيطان قالت له ما رح تجي عنا، ما رح تجي عندي. وأخوي الحمد لله ما صاب شي، بيت جدي والله ما بعرف. انت ايش صابك؟ ما عاد انفتح هيك كل راسي واسعفوني. ايه ما ماتت طيب؟ هيا ان رب العالمين رولاتو. رب العالمين ايش بيكتب؟ اللي بده يموت واللي بده يعيش، هي ارادة الواحد. احد الواحد الاحد. ايه الواحد مثلا هيك كافر ما بصلي، العشاء والمغرب ما بصلي، يكفر مثلا. يا لطيف، استغفر الله العظيم، ضلبي هي ما عليه الا الكفر. يا لطيف، اكتب له يموت، فوت على النار. واحد دين مثلا كتب له يموت، وين لا يطير على الجنة؟ ما ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله. نحن هون صامدون، يعني صامدون الى الابد هون ان شاء الله. حلب انه